قيادة حركة حماس قد تغادر قطر، لكن الوجهة غير معلومة حتى الآن. معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تلقي الضوء على فتور العلاقة بين الدوحة وقادة حماس بعد 12 عاماً من استضافتهم بتنسيق أمريكي، وبعد 6 أشهر من بدء حرب غزة ودخول قطر كوسيط لوقفها بإشراف أمريكي أيضاً. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن القيادة السياسية لحماس تتطلع لمغادرة قطر بعد زيادة حجم الضغوط عليها وتهديدها بالطرد أكثر من مرة. وسيط عربي قال للصحيفة إن احتمال انقلاب المحادثات بالكامل أمر حقيقي للغاية الآن. خلافات كانت خلافات واسعة. الحكومة القطرية ذاتها وعلى لسان رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن كشفت عن إعادة تقييم دورها كوسيط في ظل ما أسمته استغلالاً وإساءة للدور القطري. رأينا أن في هناك إساءة لاستخدام هذه الوساطة وإساءة لتوظيف هذه الوساطة لصالح يعني مصالح سياسية ضيقة، وهذا يعني استدعى دولة قطر أن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور، ونحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة وتقييم أيضا كيفية انخراط الأطراف في هذه الوساطة. إعادة قطر تقييم دور الوساطة بين حماس وإسرائيل لا يعني بالضرورة مغادرة قيادة حماس قطر، لكن زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى تركيا تطرح تساؤلات في ظل التسريبات عن سعي حماس للبحث عن بلد إقامة بديل عن قطر، وقد جرى الاتصال ببلدين اثنين حتى الآن. يزيد من هذا الاحتمال تصريحات لوزير خارجية تركيا هاكان فيدان الذي نقل عنه قوله قبول قيادة حماس بحل الجناح العسكري للحركة مقابل إقامة دولة فلسطينية بحدود 67.